بسم الله الرحمن الرحيم. سي أسمية وعشرة، مدرسة كوم باسمهان. حكينا هاي الإشارة إيش معناها؟ العنوان نوت نوت تعديل كومنت، يعني ملاحظات ملاحظات، يعني الانتربريتر ما بيطلع عليهم، هاي أشياء بتخصك. حكينا هاي لسنجل لاين، وهاي الإشارة اللي هي 3 دبل كوتيشن 3 وبعدين 3 دبل كوتيشن، ببلش ب 3 دبل كوتيشن وبني ب 3 دبل كوتيشن، هاي برضه كومنت لمالتي لاين، مالتي لاين كومنت. إذا هاي سنجل لاين كومنت وهاي مالتي لاين كومنت، ماشي؟ أي شيء كومنت الكومبايل الانتربريتر ما راح يطلع عليه، أي شيء كومنت الانتربريتر ما راح يطلع عليه. طيب لو حكيت لك x بتساوي 10، الاكس هاي شو بسميها؟ متغير عددي متخزن فيه قيمة 10. ممتاز، إذا متغير، نوع هذا متغير عددي لأنه خزنت فيه القيمة 10، إذا الاكس عبارة عن متغير. لما بسمي متغير بصير أسميه بالاسم اللي بدي إياه، ببلش بحرف أو underscore، بعدين أي عدد من الأحرف أو الأرقام أو الأندرسكورز. ما بصير اسم المتغير يكون كلمة محجوزة باللغة. شو الكلمات المحجوزة باللغة؟ الـ keywords أو الـ reserved words. You can't use them in a variable name. يعني عندي باللغة كلمة if، هاي شرط، في عندي or، في عندي not، في عندي else، في عندي and، في عندي is، في عندي in. هدول كلمات محجوزة باللغة، فما بصير أنا آجي أعرف متغير أحكي له if وبتساوي مثلاً 20، ما بيقبلها مني. ليش؟ لأنه الإف إلها معنى خاص عنده باللغة، أعطاني نقطتين رأسيات، لأنه الإف ستيتمنت عادةً بيجي بعديها نقطتين رأسيات. إذاً ممنوع أستخدم كلمة محجوزة كاسم متغير. لو كتبتها إف كابيتال بيقبلها مني؟ بيقبلها. هاي إف بتساوي 20، هاي بطلت الكلمة المحجوزة، صح؟ لأنه الكلمة المحجوزة عندي إف سمول. إذا بدي أنتبه إنه لما أجي أسمي، نعم بقول لأنه البايثون نفس القراءة، لأنه الكابيت الإكس كابيتال تساوي الإكس سمول. معاذ الصوت بقطع، بس يعني كأن سمعت منك إنه الإف كابيتال بتختلف عن الإف سمول، لأنه الإف سمول هي الكلمة المحجوزة، اللغة كيس سنسيتيف، فبيختلف عندي الاف كابيتال عن الاف سمول، صحيح. اذا هاد كاف هاد اسم متغير سميته اف كابيتال، لكن ممنوع اسمي اسم المتغير اف سمول لان الاف كلمه محجوزه باللغه. اعطاني سنتاكس. يفضل دائما اسم المتغير يدل على طبيعه عمله، يعني مثلا السرعه اسميها سبيد بدل ما اسميها اكس وواي. يفضل انه اسم المتغير يدل على طبيعه عمله. هاي مثلا واي، y equal 20 و6 بالعشرة. شو نوع ال y؟ هاي run. ال x نوعها integer، ال y نوعها float. شو أخذنا كمان؟ z مثلا بتساوي cs 110. شو رأيكو؟ ما بنقدر نحفظ متغير عددي بثابت رمز. وين العددي؟ زد زد ما احنا فرضناه متغير عددي هون. ليش؟ هاي أول مرة أستخدم الزد، يعني هاي هون تعريفها. شو أخذ لي الزد؟ سترينج، ما فيها إشكالية. هاي زد سترينج، الواي فلوت، الإكس انتجر، صح؟ ما في أي إشكالية. بعدين حتى لو كان عندي مثلا الإكس انتجر وجيت خزنت فيه الزد، شو صار الإكس؟ بصير سترينج. سترينج، إذا اللغة بتسمح بتغيير النوع. أنا أسندت الزد للإكس، الزد نوع سترينج والإكس نوع انتجر، خلص تغير نوع الإكس، بطل انتجر صار سترينج، هاي الإكس صار سترينج. طيب السايز لإله عدد الكاركترز اللي موجودة بالسترينج، الفلوت والانتجر بيعطيني إياه دائما واحد، السترينج عدد الرموز، عدد الرموز. طيب في عندي كمان نوع اللي هو مثلا F بتساوي true، وهي أول مرة أحط حرف كابيتال.
ماشي. هاي رن، هاي الاف شو نوعه؟ بوليان. البوليان اللي هو اما بياخذ القيمه ترو او بياخذ القيمه فولس. لاحظ انه اول حرف بده يكون كابيتال بكلمه ترو او كلمه فولس. هاي عندي فولس. برنت مثلا اف، هاي رن شو اعطاني؟ اعطاني فولس. هلا ما بصير احطها سمول، كلمه ترو فولس محجوزه باللغه بحيث انه اول حرف كابيتال. طلع عندي لو حطيتها فولس، هاي رن شو اعطاني؟ نيم فولس از نوت ديفايند. مش عارف شو هاي الفولس اللي انت حاطها. ماشي، اذا بفكر انه فولس هاي اسم متغير وانت مش معرفه، اذا ما بصير احطها فولس. طيب هيك شو صارت؟ ممتاز. اذا صارت سترينج، بطلت بوليان صح؟ اذا هاي رن بتلاحظوا انه ما عندي ايرور، هون صارت سترينج بطلت بوليان. اذا هاي اهم انواع انتجر وفلوت وسترينج وبوليان، هاي الانواع الاساسيه الموجوده عندي باللغه. العمليات الحسابيه اللي راح نستخدمها زائد وناقص وضرب واسس وقسمة وقسمة صحيحة وموديلس باقي القسمة الصحيحة، وإشارة أقل من أكبر من أقل أو يساوي أكبر أو يساوي يساوي ولا يساوي، هدول بدنا نتطرق لهم. هاي عمليات حسابية وهاي عمليات المقارنة. عمليات المقارنة بتعطيني ترو أو فولس، معناته هي عمليات منطقية وكثير راح تلزمني. بس نيجي على الإف statement، هل البايثون بيسمح بتحويل النوع؟ أول شيء لما أنا بدي أسمي متغير must begin with a letter or underscore، بدي بلش بحرف أو underscore، بعدين أي عدد من الأحرف أو الأرقام أو الأندرسكورز. لو سميت متغير A B underscore 1 2 3، هل هذا الاسم صح ولا خطأ؟ ببلش بحرف بعدين اي عدد من الاحرف او الارقام او الاندرسكور، اذا صحيح. لو سميت المتغير 1 2 3 اي بي سي، هل هاي التسميه صح؟ لا غير صح، لانه بلشت برقم، لانه بلشت برقم، بلشت برقم. اما لما كان حاططها اندرسكور بالاول هاي صحيحه اندرسكور، لكن 1 2 3 اندرسكور اي بي سي هاي خطا. This is an identifier، هل هذا الاسم صحيح؟ This is an identifier 1 2 3 صحيح، بس بلاش يكون هالقد طويل، بصير بس الافضل للسهوله انه ما يكون طويل كثير. بتلاحظ بينهم underscores، لو حطيت فراغ راح يعطيني عليها error. Maybe of any length، الابر بيختلف عن اللور، بحكي لك انتبه انه الابر. دكتور يعني الاسم لازم يبلش باحرف او underscore؟ اه هيو letter او or underscore. بحكي لك الاشياء اللي بتبلش بالاندرسكور ممكن يكون فيها شوية لوبس، يعني ممكن يكون لها معنى خاص باللغة، فبحكي لك انتبه لما بتستخدم بدايته underscore. يعني لو اجيت عرفت متغير a b c underscore 1 2 3، هذا الاسم صح ولا خطأ؟ صحيح. ماشي، لو سميته 1 2 3 A B C غلط، هذا الاسم صح ولا خطأ؟ هذا خطأ. ما راح يقبل مني هاي التسمية، ما بصير أخزن فيه القيمة 20. syntax error invalid syntax، إذا خطأ هاي الكتابة، ما بصير يبلش ب 1 2 3. طب underscore 1 2 3 صحيح صحيح، هلا صحيح ماشي، ما في أي إشكالية. طيب 1 2 3 فراغ A B C خطأ، هيك خطأ، ما بصير فراغ question mark، ما بصير. اوكي، اذا ما بصير اي شيء غير انه يبلش بحرف او اندرسكور بعدين اي عدد من الاحرف او الارقام او الاندرسكورز. بجيب لك بالامتحان اسم متغير، هذا صح ولا خطأ؟ صحيح صح، خطأ ما بصير يكون في question mark صح؟ اذا هذا الاسم خطأ، ممنوع يكون اسم متغير.
لما بسمي متغير بخزن فيه قيمة، إذا الفاريبل إله نيم اسم وإله فاليو. لما بحكي my integer equal 7، my integer هذا اسمه، والسبعة هاي القيمة الابتدائية لإله، بإمكاني إني أغير قيمته فيما بعد. الأسايمنت ستيتمنت حكينا عنها كثير، دائما على اليسار اسم متغير، بعدين على اليمين إما ثابت أو اسم متغير بس بشرط أكون معرفه مسبقا، أو إكسبريشن تعبير حسابي. دائما الإشي اللي على اليمين بتخزن بالمتغير اللي على اليسار، التغيير على المتغير اللي على اليسار. لو كان عندي my var equal 2 زائد 3 ضرب 5، كم قيمة my var؟ في عندي جمع وفي عندي ضرب. 17. طيب كيف حسبناها، الجمع أول ولا الضرب أول؟ الضرب. إذا في أولويات، لا إله إلا الله محمد رسول الله. 3 ضرب 5 15 وبجمع لها 2 17. إذا في أولويات للعمليات الحسابية، أول إشي الضرب وبعدين الجمع. Change the value of my var to reference 17. طيب لو بدي أجبره إنه يعمل عملية الجمع بالأول، بحط أقواس. صحيح، بحط أقواس هون وهون، فصارت 2 زائد 3 كم؟ 5. ضرب 5 25. إذا المهم الأولويات. لو كان عندي my int في القيمة 2 وجيت حكيت my int بتساوي my int زائد 3، 2 زائد 3 شو راح تعطيني؟ 5. إذا غيرت القيمة من 2 ل 5. هل بصير على اليسار يكون expression في الassignment statement؟ لا ما بصير. إذا ما بصير يكون expression. شو الأنواع؟ integer، float بيحتوي فاصلة عشرية، boolean قيمته true أو false، string أي إشي بين single quotation أو double quotation. في عندي list وفي عندي set وفي عندي table، هدول بعدين بنيجي لهم. شو يعني type؟ type بحدد شو ممكن أحط أنا داخل هذا المتغير، the internal structure of the type. هل بحط رقمي؟ هل بحط فاصلة عشرية؟ هل بحط رمز؟ وكمان بحدد شغلة ثانية، the kinds of operations you can perform. إذا كل نوع له مجموعة من الميثودز الخاصة فيه. مثلا ABC هاي string، من ضمن الميثودز الخاصة فيه dot capitalize. شو بتعمل capitalize؟ تخلي أول حرف كابيتال والبقية كلها سمول لتر. مثلا X بتساوي هادي دوت كابيتالايز، برنت الإكس شو راح يطبع لي؟ راح يطبع لي هادي، لكن الات راح تكون إيش؟ كابيتال، راح تكون كابيتال. إذا كابيتالايز إشي بخص السترينج، هل ممكن أستخدمه مع انتجر؟ لا ما بصير. إذا كل نوع إله عمليات ومثل خاصة فيه، تختلف من نوع لنوع ثاني. X أو S1 بتساوي CS 110 بايثون. إذن S1 بتساوي CS 110 بايثون، print S1.capitalize. هاي عندي مجرد ما حطيت الدوت عطاني قائمة بالأشياء اللي ممكن أستخدمها للسترينج. شو راح يكون الأوتبوت؟ هاي run. شو عطاني؟ C capital والبقية small letter. إذن capitalize بتخلي أول حرف capital، وراح نيجي بالتفصيل على السترينج وال methods الخاصة فيه بشابتر 3، رح يكون شابتر كامل لإله. افرض كانت عندي هاي CS 110 وهون البايثون كمان كابيتال، CS كابيتال والP كابيتال. هاي عملت run، شو عطاني؟ فقط الC كابيتال، الS small، الB small، الP small letter. إذا capitalize بتخلي أول حرف فقط كابيتال والبقية سمول، حتى لو أنت كنت كاتب هوم كابيتال. طب لو كانت هيك، هاي رن،
الواحد ضلت واحد، ما بنقدر نعمل منها كابيتال وسمول. طيب لو كانت S1 أصلا عبارة عن انتجر، S1 equal من 110، هل بقدر أعمل الانتجر كابيتالايز؟ هاي ران شو عطاني؟ ايرور. ليش؟ انتجر object has no attribute capitalized. إذن capitalized هاي إشي بتخص string، ما بقدر أستخدمه لا الانتجر. إذن capitalized method بتخص string، ما بقدر أستخدمه لا الانتجر. إذن بحكي لك النوع بحدد مجموعة من الأشياء، شو أنا ممكن أخزن وشو الأشياء الميثودز الأوبريشنز الأوبريتورز اللي أنا ممكن أستخدمها لهذا المتغير. زي لما حكينا الزائد بتختلف لما تكون بين أرقام عن لما تكون بين strings. x بتساوي 2 y بتساوي 3 print x زائد y هاي run. هدول رقمين شو عملت بالx زائد y؟ عطتني 5، جمعت لي اياهم. لو كانوا هدول عبارة عن strings رقم واحد يعطينا بدمجهم. إذا شو راح يعطيني؟ 2 بالأول بعدين 3. لو حطيت y زائد x يعطيني 3 زائد 2 3 جنبها 2. إذا اختلف معنى الزائد لما تكون مع integers عن لما تكون مع strings. هل بصير واحدة integer وواحدة string؟ لا أيران. لا أعطانا error، ما بصير واحدة انتجر وواحدة string. يعني التايب بحدد شو الأوبريترز والميثودز اللي أنا ممكن أستخدمها. كابيتالايز هاي بتخص السترينج، ممنوع أستخدمها مع الانتجر. X بتساوي انتجر 2 3 4، 2 3 4 هاي string، حولتها لانتجر. برنت 1 X يساوي X. طيب X بتساوي X زائد 5، برنت 2 X بتساوي قيمة ال X. شو راح يكون الأوتبوت؟ 2 3 4 لا 222 232 34 اول مره، بعدين 239 لا. اذا لانه تحول لانتجر فعمليه حسابيه صح، فجمع الخمسه صارت 239 هون اول مره 234، ثاني مره لانه هذا عباره عن انتجر جمع له الخمسة فصارت إيش؟ 239. بينما لو شلت أنا كلمة انتجر شو الأوتبوت؟ أول مرة إيش؟ 2 3 4. ثاني مرة إيرور حيعطيني. لا شو راح يعطيني هون؟ كونكاتينيشن. شو راح يعطيني؟ 2 3 4 وجنبها إيش؟ خمسة. خمسة هاي string، الx string وهاي string. إذا string concatenate string راح يعطيني string. هاي عندي سوري لأن هاي الخمسة إيش؟ integer، فهذا string وهذا integer راح يعطيني error. أنت الصح. مين كان يحكي معاذ؟ أوكي. إذا هاي عندي الx شو نوعها؟ string، والخمسة رقم. string مع integer راح يعطيني عليها ايرور، ما بصير اعمل كونكاتينيشن بين سترينج وانتجر. طب لو كانت هاي هيك هلا ما راح يعطيني ايرور. هذا سترينج مع سترينج شو راح يكون الاوتبوت؟ 2 3 4 5 صحيح. اذا اول مره 2 3 4، ثاني مره 2 3 4 5 راح يعطيني اياهم جنب بعض لانه هاي عمليه كونكاتينيشن 2 3 4 وجنبها الخمسه. اما لما كانت خمسه هاي رقم والx string ما بصير اعمل concatenation بين string ورقم، فراح يعطيني عليها ايش؟ error. راح يعطينا error. اذا بحكي لك واحد بين quotation تختلف عن الواحد، الواحد هاي string او هي character يعني رمز واحد، بينما الواحد هاي عباره عن integer. وبذكرك انه الانبوت دائما بتقرا لي ايش؟ string ماشي. فانت اذا بدك تعمل عمليه حسابيه بس تستخدم الانبوت جملة القراءة لازم تحول الإشي اللي قرأته لانتجر أو فلوت عشان تقدر تعمل عليه عملية حسابية. إذا دائما جملة الانبوت بتقرأ string، بدك تحول تستخدم انتجر أو فلوت عشان تحول. هلأ شو التحويلات
المسموحة. لو حكيت انتجر لاثنين وواحد بالعشرة في أي إشكالية؟ المفروض لا. لا دكتورة ما في. ما في. شو راح يعطيني الانتجر لاثنين وواحد بالعشرة؟ راح تعطيني اثنين. إذا هاي عندي x بتساوي اثنين وواحد بالعشرة. هاي عبارة عن float. print integer ل x. print integer ل x. هاي رن. شو أعطاني؟ اثنين. لو كانت اثنين وسبعة بالعشرة. هاي رن. لا برضو أعطاني اثنين. ما عمل تقريب. أخذ جزء صحيح منها. بينما لو كانت اثنين وسبعة بالعشرة. إشي شكله فلوت. وموجود كسترينج. وأنا بدي أحوله لإنتجر. هل بقبلها مني؟ هاي رن. قبلها ولا لا؟ قبلها. Invalid literal for integer with base 10. إذن إذا هي شكلها float وموجودة كسترينج وأنا بدي إياها انتجر، فكأنه هيك أنا بحس إنه بدها تحويلين. عشان هيك هاي الحالة منبهك عليها إنه ما بيقبلها. انتجر لإشي شكله float موجود كسترينج هاي خطأ، ممنوع هاد التحويل. ماشي دكتور. إذا انتبه لها هاي. نعم دكتور كيف نميز بيناتهم؟ كيف نعرف؟ يعني هيك منطقيا بحس انها هي بدها تحويلين. هي شكلها فلوت وموجوده كسترينج وانا بدي اياها انتجر. هاي الحاله الوحيده اللي معطيك عليها تنبيه انه انتبه لها، ما بيقبل هذا التحويل. لو كانت هاي هون فلوت في اشكاليه؟ لا في اشكاليه. بدنا نحولها للسترينج بالاول. هي سترينج. هي string نحولها لفلوت. هي فلوت أصلاً. هي اثنين وسبعة بالعشرة ما عليها إشكالية. لكن الحالة الوحيدة اللي بدي أنتبه لها إنه integer لإشي شكله فلوت وموجود بشكل string هاي تعطيني error. فلوت لاثنين فيها إشكالية. نعم دكتورة، إحنا قلنا إنه مثلاً 2.7 قلنا عنها فلوت. بزبط لو إنه 2.7 فلوت. تعريف التعريف على اليوتيوب بقول لنا إن بقول إنها دبل مش فلوت. ما عندنا هون دبل، عندنا النوع فلوت متعامل معه. الدبل موجود باللغات الثانية فلوت ودبل. الدبل بيكون أكبر من الفلوت، لكن إحنا مستخدم هون خلاص فلوت مباشرة. أسهل إنه ما رح نتطرق له غير انتجر وفلوت وسترينج. الدبل تيجي أوسع من الفلوت. بتيجي أوسع. إحنا ما بدنا إياها، إحنا رح نتعامل مع الفلوت مباشرة. هلا لما أعطاني هون شو بيعطينا؟ بيعطينا هون فلوت، ما بيعطينا دبل. هون بيعطيني فلوت. هاي خليها فلوت. لاحظ هايها فلوت. لما أنا استخدمت هون فلوت ماشي، بستخدم بهاي اللغة فلوت وليس دبل. طيب إذا نرجع مرة تانية، 2.7 بالعشرة سترينج وبدي أحولها للفلوت، بقبلها مني 2.7 بالعشرة. بدي أحولها لإنتجر، ما في مشكلة تتحول عادي. تتحول انتجر لا الx. invalid literal for integer with base 10. 2.7 بالعشرة هاي float وموجودة بسترينج وبدي أحولها لانتجر. تحولت ولا ما تحولت؟ هي الحالة هاي error صح؟ هاي الحالة. إذا ما تحولت صح؟ إذا بدي أنتبه لها هاي الحالة. float لاثنين بصير. ليش؟ لأنها الاثنين انتجر، حولها لفلوت يعني 2.0 ما في إشكالية. ماشي لو كانت هاي اثنين. وحول لي إياها لفلوت. هاي رن. شو أعطاني؟ 2.0. لو كانت هاي سترينج وحول لي إياها لفلوت. هاي رن. قبل ولا لا؟ قبل. ماشي؟ لأنه الانتجر جزء يعني حالة خاصة من الفلوت كأنه، وهون معطيني إياها كسترينج فهو تحويل واحد بالنهاية، فأعطاني إياها 2.0. إذا بس بدك تنتبه لما يكون انتجر لإشي شكله فلوت موجود داخل سترينج، هاي الحالة اللي ما بتزبط معنا. فلوت للاثنين 2.0، فلوت للاثنين 2.0 بين كوتيشن يعني كسترينج شو بتعطيني؟ 2.0. فلوت للاثنين بين كوتيشن 2.0. float للاثنين 2.0 2.0. string للاثنين
بصير هاي اثنين بين كوتيشن. string لل 2.0 بين كوتيشن. string لل A تضلها زي ما هي A. طيب إذا بدك تنتبه فقط لهاي الحالة إنه غير مسموح. طيب نيجي على العمليات الحسابية والأولويات بينهم. في عندي الجمع والطرح، في عندي الضرب، في عندي القسمة والقسمة الصحيحة وباقي القسمة الصحيحة. هاي العمليات الأساسية. نشوف الأولويات قبل ما نشوف الأمثلة عليهم. نيجي هون على الأولويات. الأقواس هاي أعلى الأولوية، بعدين الأسس، بعدين هاي إشارة مش جمع وطرح، هاي بوزيتيف والنيجاتيف، بعدين الضرب والقسمة والموديولس والقسمة الصحيحة لهم نفس الأولوية، بعدين الزائد والناقص لهم نفس الأولوية. ماشي؟ لو حكيت x بتساوي 2 زائد 3 ضرب 4، لمين الأولوية؟ للضرب 14. للضرب، للضرب. 3 ضرب 4 12 زائد 2 14. هاي عندي 14. طيب حط لنا هون أقواس بجمع بعدين صارت 25. الجمع بعدين 5 ضرب 4 20. إذا اختلفت وجود الأقواس، لو كانت الأقواس هون أثرت شيء ولا لا؟ لا نفس الشيء. الضرب الأولوية، الأولوية للضرب، وحطيت القوس عند الأولوية فما في إشكالية، ضلت 14. ماشي؟ لو كانت عندي الـ X بتساوي 12 الـ Y بتساوي 5 برنت X على Y 12 على 5 تقسيم 5. إذا شو الأوتبوت؟ فلوت حيكون. طيب راح يكون فلوت. ماشي، بس شو الأوتبوت؟ 12 على 5 تقسيم 5 2، وبضل 2 على 5 يعني 4 بالعشرة، يعني 2 و 4 2.4 10 2 و 4 بالعشرة. إذا إكس على واي عطتني 2 و 4 بالعشرة. لو كانت هاي 10 تقسيم 5 أعطاني الأوتبوت 2.0. إذا بدنا نعرف إنه هاي القسمة دائما بتعطيني الجواب بفلوت، هاي القسمة فلوت دائما. طيب حتى دكتور لو ما ضل باقي الحسابية. نعم، لو ما ضل باقي يعني ما كان في فواصل. هي شوف 10 على 5 أعطتني 2.0 طبعا. صح؟ دائما القسمة هاي بتعطيني فلوت. طيب بقية العمليات الحسابية إذا كانوا الطرفين انتجار بتعطيني انتجار، إذا كان واحد على الأقل فلوت بتعطيني فلوت، بعطينا فلوت. برنت X تقسيم Y، هاي قسمة صحيحة، هيعطيني 2. هاي الجواب 2. خلي هاي 12 تقسيم 5 القسمة الصحيحة، يعني ما بدي الجزء الكسري. 12 تقسيم 5 شو راح تعطيني؟ 2. أيوة هيها 2. لو كانت واحدة فيهم على الأقل فلوت، هاي رن شو عطاني؟ 2.0 عطاني إياها فلوت. لو الخمسة كمان فلوت، فلوت راح يعطيني برضو 2.0. لو الخمسة لحالها فلوت برضو راح يعطيني 2.0. إذن القسمة هاي بتعطيني قسمة عادية اللي هي مع الفاصلة العشرية ودائما جوابها فلوت. القسمة هاي قسمة صحيحة بس تعطيني الجزء الصحيح ودائما، لا إذا كان انتجر مع انتجر بتعطيني انتجر، إذا كان واحد على الأقل فلوت راح تعطيني فلوت. الجواب فلوت. برنت X مودولس Y عطيني 2. أيوة، إذا الـ X مودولس Y يعني باقي القسمة الصحيحة. لما أنا قسمت 12 على 5 عطتني 2، طيب كم ضل من الـ 12؟ ضل 2. هاي عندي رن شو عطاني؟ 2. ليش عطاني إياها فلوت؟ لأنه هدول فلوت. طب خليهم انتجر، هاي عندنا رن شو عطاني؟ 2 انتجر. يلا خلي هاي 11 وخلي هاي 5، شو الأوتبوت؟
حيكون عندي أول شيء اثنين نفس الفكرة. القسمة هاي العادية شو؟ فلوت. اثنين ولا اثنين وإشي؟ اثنين فاصلة اثنين واثنين. أيوة اثنين واثنين بالعشرة. والإكس على واي؟ اثنين. اثنين. والإكس مودولس واي؟ واحد. 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 باقي القسمة الصحيحة إيش رح يكون؟ واحد. لأنه 11 فيها ثنتين خمسة ماشي؟ وضل عندي واحد. طيب واحد على خمسة شو رايكو؟ الإكس تقسيم واي. أول واحدة شو راح تعطيني؟ اثنين بالعشرة. ثاني واحدة؟ صفر. زيرو. صفر. معي تفاحة واحدة بدي أقسمها على خمسة بزبط؟ لازم أعطيهم تفاحة كاملة. ما بزبط صح؟ إذن زيرو. طيب الإكس مودولس واي كم ضل؟ وين زيرو؟ زيرو. لا لا ضلت إيش؟ واحد. ضلت الواحد. هاي رن. هاي إكس تقسيم واي اثنين بالعشرة، لأنه واحد على خمسة اضرب في اثنين اضرب في اثنين صارت اثنين بالعشرة. طيب إكس تقسيم واي ما بقدر أوزع عليهم إشي صحيح، إذن صفر. طيب كم ضل من الواحد بعد الصفر؟ بعد ما وزعت صفر يعني ما وزعتش إشي، كم ضل من الواحد؟ ضل زي ما هو، إذن الواحد ضل واحد. بس كيف الباقي واحد على خمسة واحد؟ واحد قسمهم على خمسة صفر، ما قدرت أقسم بحيث أني أعطي كل واحد منهم إشي صحيح. طيب كم ضل من الواحد بعد ما قسمت؟ ضل الواحد زي ما هو صح ولا لا؟ أنا ما قدرت أقسمه، التقسيم أعطاني صفر. طيب كم ضل من الواحد؟ ضل الواحد زي ما هو ماشي؟ هاي دكتورة دائما إذا كان البسط أقل من المقام صح؟ أيوة دائما إذا كان البسط أقل من المقام ما رح أقدر أوزع إشي، فالقسمة الصحيحة رح تعطيني صفر وباقي القسمة الصحيحة رح يكون الرقم زي ما هو. تمام. يعني لو كانت 2 على 5 بيكون البرنت اكس شرط الدولار شرط البرسنتج عوائد تكون 2. هاي هاي 2 على 5 هاي 4 بالعشرة ما وزعناش اشي صفر وضل عندي كم؟ ضل عندي 2. صحيح. برنت اكس ستار ستار واي شو معنى ستار ستار؟ الأس. إذا 2 أس 5 شو راح تعطيني؟ 32. 2 في 2 في 2 في 2 في 2 اللي هي 32. برنت 2 سوري X ضرب Y شو راح تعطيني؟ 10. صحيح راح تعطينا 10. برنت X زائد Y 7. سبعة. هاي سبعة. وإكس ناقص واي ناقص ثلاث سالب ماينس إثري. صحيح ماينس إثري. نيجي على أولويات لو رجعنا هاي 12 وجينا حكينا برنت إكس زائد واي تقسيم مثلا أربعة ضرب اثنين ناقص سبعة شو الأوتبوت؟ إيش أبلش؟ أولوية ثلاثة أربعة ثمانية. إذن أول إيش بدي أبلش بإيش؟ القسمة بالقسمة صح. واي على أربعة 12 على أربعة 12 على أربعة فيها ثلاث ثلاث ضرب اثنين ثلاث هسه الضرب ثلاث ضرب اثنين ستة. لا خمسة خمسة على أربعة. يعني أنت مخربطة بين الإكس والواي أو بدك تقولي خمسة على أربعة مش 12 على أربعة. يا أنا طيب بستبدل. مخربطة بين الإكس والواي صح الإكس 12 والواي خمسة. إحنا بدنا نبلش واي على أربعة. صح. معناته خمسة على أربعة. واي على أربعة كم الواي على أربعة؟ خمسة على واحد أربعة ربع. كم؟ واحد وربع. واحد وربع صحيح. ضرب اثنين. اثنين ونص. اثنين ونص. زائد الإكس. 2 ونص 14 ونص 14 ونص 14 ونص 7 7 ونص 7 ونص يلا هاي رن هاي أعطاني 7 ونص ممتاز إذن أعطانا 7 ونص. كيف كانت الأولويات؟ القسمة أنا خربطت إنه الواي هي الخمسة مش الاثناش. القسمة بالأول بعدين الضرب بعدين الزائد وبعدين الناقص، هيك الأولوية لتنفيذ العمليات
الحسابية. طيب خلي هاي قطع جواب سبعهم ترى بعد إذنك هسعيتنا شو قلنا واي على أربعة بتطلع واحد وربع ضرب اثنين بتطلع اثنين ونص صح؟ صح نجمع لها الإكس بتطلع أربعتاش ونص أربعتاش ونص عليها منج... نبرح سبعة صح؟ طيب تمام. خلي هاي قسمة صحيحة تطلع سبعة الجواب تطلع سبعة يلا سبعة تقسيم أي سوري خمسة تقسيم أربعة واحد واحد في اثنين اثنين زائد اثناش أربعتاش ناقص سبعة 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 شو عطاني إياها صحيح ولا في فاصلة عشرية انتجر انتجر صحيح لأنه كلهم انتجر كلهم انتجر مع أنه كلهم انتجر رح يعطيني الجواب انتجر خلي واحدة فيهم فلوت هاي تعال جواب فلوت يلا خلينا أي واحدة فلوت هاي انتر عطاني سبعة بوينت زيرو ماشي الحال يجي لأمثلة السلايد لو أخذنا تمام يلا نأخذ هاي أول واحدة الإكس شو راح تطلع قيمتها الأولوية لمين كلها متساوية بالأولويات بس من اليسار لليمين ممتاز لأنه كلهم متساويين راح أبلش من اليسار لليمين إذا كان أقواس داخل أقواس دائما ببلش من القوس الداخلي وبطلع للخارجي ماشي هون كلهم لهم نفس الأولوية ببلش من اليسار لليمين يلا فكر شو راح يعطيني الأوتبوت يلا نسولف ولا نطلع الجواب نهائي بس يلا زي ما بدك طيب أول شيء خمسة تقسيم طيب ماشي خمسة على ثلاث بعطينا واحد خمسة على ثلاث بعطيني واحد طيب واحد على ثمانية الجواب لا الجواب كله أعرفش بس واحد على ثلاث خمسة ثلاث واحد واحد على ستة بدنا الباقي بيكون صفر صفر واحد مديول الستة باقي قسمة الواحد على ستة كم واحد 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 سوري الرقم صح طيب واحد تقسيم أربعة ربع ضرب اثنين ضرب اثنين نص إذا أول واحدة خلينا نحكي الجواب نص وهسا بنتأكد يلا نيجي على الثاني شو راح تطلع أربعة ضرب اثنين ثمانية كلهم لهم نفس الأولوية أربعة ثمانية على اثنين أربعة أربعة تقسيم ثلاث ثلاث بس صحيحة واحد واحد مديول الستة واحد رح تكون صحيح ولا تحتوي فاصلة عشرية انتجر ولا فلوت فاصلة عشرية صحيح فلوت انتجر صحيح لا فلوت انتجر ولا فلوت فلوت ليش لا انتجر لأنه في قسمة مجرد ما إنه في قسمة معناته إيش رح يكون الجواب فلوت فلوت هاي رن شو عطانا هاي نص وهاي واحد بوينت زيرو اتفقنا تمام. إذن جوابكم صحيح. برنت 17 تقسيم 3. 17 كم 3 فيها؟ 5. ضل 2 على 3 يعني 6667 صح؟ بوينت 6667 ماشي؟ هاي 17 على 3 5 و6 بالعشرة. 17 تقسيم 3 قسمة صحيحة؟ 5. 17 مديول الثلاث لما وزعنا 17 على 3 5 وكم ضل 2 طيب 2 أس 4 16 طب 2 أس سالب 2 ربع بنزلها للمقام 1 على 2 أس 2 يعني 1 على 4 يعني ربع يعني اللي هي ربع 25% طيب شو كمان حاطط لنا أمثلة نرجع x بتساوي 4 و 2 بالعشرة y بتساوي 2 z بتساوي x على y شو راح تعطيني z قيمتها 2 و 1 2 و 1 بالعشرة صحيح
X قسمة صحيحة Y؟ اثنين. اثنين راح تعطيني اثنين. ليش float؟ لأنه فيها float X تساوي 4.2، لأنه ال X عندنا إياها float، فالجواب بده يكون float. طب دكتورة بس سؤال بهاي الحالة بالله بك دكتور، ال X كانت 4.2 كان فيها float، على الأقل كان فيها float. بالمثال اللي كانت تستنيها بالمثال الطويل أنت قلت الجواب لازم يكون float 1.0، قلت السبب وجود قسمة، يعني دائما السبب دائما إذا كان عندي هاي القسمة هاي دائما بتعطيني float. طيب عشان هيك عطتني 1.0 بالمثال اللي قبل شوي. غير هيك أي أوبريتر ثانية إذا كان عندي على الأقل واحد float بطلع الجواب float، كانوا كلهم انتجر راح يطلع الجواب إيش؟ انتجر. خلص أنا دكتور أسكلاف. أوكي إيه أنت بتساوي 4 بي أنت بتساوي 2، إيه أنت زائد بي أنت 6، إيه أنت ماينس بي أنت 2، إيه أنت ضرب بي أنت 2 ضرب 4، 4 ضرب 2 8، هدول كلهم شفناهم لتحت. 2 على 3 بوينت 6 آخر إشي 7. طيب 4 على 2 2 0. طيب 2 على 3 قسمة صحيحة 0 0. طيب 4 تقسيم 2 2. ليش أعطاني إياها 2.0؟ لأنه هاي فيها 0.0، لأنه الأربعة. 17 على 3 كررها عدة مرات 5.666 صح؟ 5 موديولاس 3 باقي قسمة الخمسة على 3، وزعت 5 على 3 الجواب 1 والباقي 2، إذن الموديولاس بأخذ الباقي اللي هي 2. 7 موديولاس 3 1 طبعاً 1.0 قسم السبعة ثلاث راح يكون 2 والباقي 1، إذا هون باخذ الباقي اللي هو 1.0 ماشي. ليش 1.0؟ ليش 0.0؟ لأنه في وحدة فيهم على الأقل فلوت، لو كانت 7 بدون ما تكون فلوت كان أعطاني إياها 1. اتفقنا عليها هاي؟ The type of the result depends on the type of the operands، ما عدا بالقسم العادية دائما فلوت. 42 ضرب 3 شو بتعطيني؟ 126 رقم صحيح. أما 42.0 ضرب 3 بتعطيني 126.0 ماشي؟ إذن بهمنا النوع، هون طلع عندي float لأن واحد فيهم على الأقل float. 5 تقسيم 3 فرجيك إياها، 5 تقسيم 3 1، 1 في 3 3 minus 2. إذا كان السؤال خمسة قسمة صحيحة ثلاث شو راح تعطيني؟ واحد. إذا كان خمسة موديولاس ثلاث شو راح تعطيني؟ اثنين. ماشي؟ دكتور عادي غادر؟ استعجل؟ لا عادي. إذا مستعجل غادر، إذا مش مستعجل خليك نتونس فيكم. my int بتساوي my int plus 2 ماشي؟ هاي بقدر أختصرها بهذا الشكل my int plus equal 2. إذا my int بتساوي my int زائد 2 هي نفسها my int plus equal 2. my int بتساوي my int minus 2 هي نفسها my int minus equal 2. والقسمة كذلك والضرب والموديولاس كلهم نفس الطريقة. يعني X بتساوي 10، X بتساوي X plus 2 print ال X هاي run شو عطاني؟ 12. هاي بقدر أكتبها بشكل ثاني اللي هو إيش؟ x plus equal to هاي run شو عطاني؟ نفس الجواب 12. إذن هاي x plus equal to هي نفسها x بتساوي x زائد 2، هي نفسها x بتساوي x زائد 2.
في هاي البوزيتيف والنيجاتيف شفناها اللي بالاولويات والشيء الثاني هذولاك. هاي بتكون مع الاساينمنت ستيتمنتس، الاولويه لإلها بالاخير بتكون. هاي بتكون مع الاساينمنت ستيتمنت، واحده من الاساينمنت ستيتمنت، يعني بتيجي العمليات الحسابيه كلها وبعدين هاي. نركز على هاي الفكره. لو كان عندك x بلس ايكوال 2 ضرب 3. طب دكتوره دائما. نعم دكتور، لو انا قلت له برنت x بلس هيطلع لي الستة؟ بس x بلس؟ اه لا، لازم احكي له x بلس 1. ليش دكتور؟ على خطأ دكتور، مش احنا قلنا x equal to x بلس لحالها. وين اكتب هون؟ اه هيك؟ اه دكتور ما بصير. هاي هاي ايرور، هاي لازم يكون بين تو اوبرانز، صح؟ هاي اوبريتر، باينري اوبريتر، بدها تو اوبرانز. اوكي؟ بينما البلس هون 16 بيطلع. نشوف البلس هون، ممكن نشوف هايرن، خليني هاي ارجعها زي ما كانت. هاي كانت هيك وهايرن هيك. شوف هاي صح ولا خطا؟ هيك صح. هاي ليش صح؟ لانه شو اعتبر الزائد؟ طب إشارة. شو اللي صار دكتوره هسه؟ هون هون الزائد هاي ايش؟ زي رمز؟ هاي كاشاره، كاشاره بوزيتيف بلس الاكس، هي 12 بلس الاكس شو اعطاني؟ 12، اذا اعتبرها اشاره هون، ماشي؟ اما لما تيجي هون معناته انت مش مكمل لسه الجمله، مش مكمل التعبير الحسابي، اكس زائد ايش بدك؟ ما بتزبط. اما في عندنا هون الاشاره بلس وماينس، لو حكيت ماينس اكس هاي رن هاي عطتني 12 ماينس اكس ماينس 12، ماشي؟ هاي اشاره بسمح فيها، لكن بعد لا، معناته اكسبريشن مش كامل فبيعطيني عليها ايرور. بس بدي اركز على فكره قبل ما تنتهي المحاضره، 2 زائد 3 لما يكون اكس 2 ضرب 3، هاي كيف راح يحسبها؟ 16. بيعمل 2 ضرب 3 بالاول اللي هي كم؟ 6، بعدين بنضيفها ل 10، وبعدين بضيفها لمين؟ ل 10. فشو راح يطلع الجواب؟ 16. طب خلي لي هاي ضرب وخلي لي هاي جمع، اضربها طبعا معنا 25. اول شيء بيعمل الجمع ولا الضرب؟ بعدين هدول كانهم بقوس، يعني هاي assignment statement. الassignment statement دائما الأولوية لها بالأخير، ما تحكي لي الضرب له أولوية على الجمع. هاي كأني حاطة هدول بأقواس، ليش؟ لأنه الassignment statement أولويتها بالأخير. فعندي راح يحسب 2 زائد 3 اللي هي كم؟ 5 ضرب 10. 5 ضرب 10 شو راح يعطيني؟ 50. هاي رن عطاني 50، ماشي؟ إذا هاي شو بتعني؟ هاي بتعني X بتساوي X ضرب بين أقواس 2 زائد 3. لأنه هاي واحدة من الأسايمنت ستيتمنتس، والأسايمنت ستيتمنتس لها أولوية بعد العمليات الحسابية كلها، فبتيجي بالأخير. فأنا بحسب الإكسبريشن الموجود عندي كامل، وبعدين ما بنسى أعمل ستار إيكوال. فهي معناها X بتساوي X ضرب، احسب الإكسبريشن كامل بعدين اضربه ده بالاكس وخزن الجواب بالاكس، فطلع الجواب 50. لا تحكي الاولويه للضرب تيجي تعمل 10 ضرب 2، لا، هاي assignment statement بتضل للاخير. دكتور بس سؤال، حطيت برنت محل ما انت حاطه اكس زائد 2، هل انا بدي اخذ اكس فوق 10 ولا حاخذ اخر اكس؟ اخر اكس، ما هي تغيرت، شو صارت 50. هلا برنت اكس زائد 2 شو راح تعطيني؟ 52. طيب برنت اكس هسه 50 ولا 52؟ 50، لانه هون ما في اسناد، ما تغيرت الاكس، اخر اكس كانت عندي 50. اطلع اكس زائد 2، هذا اكسبريشن، ما عملت له اسناد، ما حكيت اكس بتساوي اكس زائد 2. اذا الاكس زائد 2 طبع لي اياها 52، حكيت له هسه اطبع الاكس، شو قيمه الاكس؟ 50، ما تغيرت، فطبع لي 52 هذا الاكسبريشن، بعدين طبع لي قيمة الإكس اللي هي 50. واضحة؟ واضحة دكتورة، واضحة. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك دكتورة. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم.
بس خلوني أطلع لو سمحتوا، خلوني أطلع، هاي المشكلة لازم نحلها.